ايتما ديستما ازول في اللون المصادقه على مشروع القانون الاطار التربيه والتكوين في مجلس النواب هي خطوه أولية من أجل إصلاح متقدم للمدرسة المغربية الوطنية اللي الحمد لله كنعتزوا بها كاملين. هذا القانون هو في حقيقة تعطل بزاف وعرف واحد التعطل اللي ما مفهومش اللي يعني الغالبية ديال المغاربة. هذا القانون احنا كنعتبروه مكسب لأبناء المغاربة اللي كيستاهلوا مدرسة عمومية ومجانية وبجودة عالية. وهنا بغيت نأكد على أن الأحرار كانوا دائما متشبتين بالمصادقة على هذا النص، لأن تجويد التعليم مسؤولية الحكومة والبرلمان وجميع الفاعلين السياسيين اللي عندهم الغيرة على المستقبل ديال ولادنا. القوانين ما كدارش لإرضاء العواطف ولا الإيديولوجيات، لكن الأساس أن القوانين كتقاس بمصلحة المواطنين. مواقف ديال الأحرار أن مجانية والإجبارية ديال التعليم العلومي لا نقاش فيها. احنا بغينا القراية في المستوى للجميع في البوادي وفي المدن. بالنسبة للغات الأجنبية بغيناها كذلك تكون في متناول الجميع، حيث اليوم كاين اللي عنده الإمكانيات يقري ولادو يعني في البعثات والمدارس الدولية، وهذا حق يضمن له القانون. ولكن المشكل ماشي هو هذا، المشكل أن الإمكانيات المادية كتلعب واحد الدور كبير في النجاح ديال التلاميذ وفي إدماج الخريجين في سوق الشغل، وبالخصوص حيت كنتكلموا على اللغات الأجنبية والحية. الفوارق اللغوية كتكرس الفوارق الاجتماعية. كل شيء كيعرف أن التمكن من اللغات الحية الأكثر تداول هي مشكل كبير في المنظومة التربوية، وما يمكنش نقبله أن المصير ديال التلاميذ وديال الطلبة يبقى مهون بفشل المنظومة التربوية في توفير فرص متكافئة لتعلم اللغات الأجنبية. بلادنا من حقها تكون طموحة في إصلاح التعليم وحتى باللغات الحية، وحتى واحد ما يمكن يتزايد في المسألة ديال اللغات الرسمية، حيث هذا النقاش الحمد لله حسموا الدستور ديال 2011. الدستور المغربي كيقول أن اللغتين الرسميتين هي العربية وتمازيغت وبجوج وماشي وحدة، والدستور كينص كذلك على الانفتاح على اللغات الحية الأكثر تداول واللي كيروج الخطاب متشدد. راه ما كيعرفش التاريخ المغربي وباغينا نتبعوا خطاب اللي هو في حقه ما صالحش لينا. حنا بغينا ابناء المغاربه يتعلموا لغات متعدده باش ينفتحوا على العالم، باش يتعلموا العلوم والتقنيات الحديثه، باش يضمنوا مستقبلهم المهني ويكسبوا الثقه، باش يخدموا ويقراوا هنا، ماشي يهاجروا باش يتعلموا ويخدموا على برا. خاص اليوم نتعبؤوا كنا لإنجاح الإصلاح. أكيد غادي تكون إكراهات وتحديات في الأول كتكوين الأطر والأساتذة، هذه فرصة لإطلاق مبادرات ومشاريع في المجتمع المدني وباش نخلقوا مناصب شغل لرفع التحدي. بالنسبة لنا التحدي الأهم هو تحقيق الإصلاح في الميدان، في المدارس الجماعتية، في الأحياء الشعبية، في البوادي وفي ضواحي المدن. كنحيو المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي على العمل التشاركي لإخراج رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة ديال التعليم. كما كنوجه تحية وشكر واعتزاز لأعضاء فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب على الشجاعة ديالهم والصلابة ديال موقفهم خلال النقاش. وكنحيي كذلك باقي مكونات الأغلبية والمعارضة اللي شاركت في التصويت، لأن التعليم أولوية وهي أولوية الأولويات لبناء المغرب اللي بغينا، لأن لا عدالة اجتماعية بدون تكافؤ الفرص، وما غاديش يكون تكافؤ الفرص بدون تعليم عمومي مجاني وإجباري وبجودة عالية.